السلام عليكم. ترامب حددنا 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أمريكية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية، ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. وقال ترامب على تويتر إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة، ردا على وفاة سليماني. وأضاف الرئيس الأمريكي إن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا وإن بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة. وتابع ترامب الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى، مشيرا إلى أن الأهداف 52 تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت صباح الجمعة أنها نفذت ضربات بالقرب من مطار بغداد في العراق قتل فيها قائد فريق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس. فيما أعلن طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، وأدانت قيادة العملية المشتركة للقوات العراقية العملية الأمريكية معتبرة إياها حادثا غير جريء وجبان نفذته الطائرات الأمريكية. وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن العمليات العسكرية السرية في أنحاء الشرق الأوسط وخاصة العراق وسوريا، وصنفته كداعم للإرهاب. في الأخير إذا عجبك الخبر لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس.